على ضوء ما يربطهما من وحدة مصير وأهداف مشتركة. أنا سعيد أن أشارك أخي افتتاح سفارة جمهورية مصر العربية في الرباط، وأهنئ سيادة السفير كل من أشرف على إقامة هذا البداية الذي يعكس أولا وزن وقيمة مصر على المستوى العربي والإفريقي والدولي، ويعكس كذلك عمق وقوة العلاقة المغربية والوسطية. السفارة هي آلية مهمة لتطوير هذه العلاقات، وعلى عاتقها دور كبير لترجمة إرادة جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاقة قوية ومتنوعة، ولتنسيق دائم وتشاور بين بلدين تجمعهما العديد من الوشائج، الأخوة الصادقة، التاريخ المشترك، والإرادة الصادقة كذلك لبناء شراكة نموذجية تحفظ مصالح البلدين وتنفع شعبيها. نتمنى قريبا نبدأ في السفارة المغربية في مصر، وتكون كذلك تعكس الإرادة القوية لجلالة الملك لتطوير هذه العلاقات، ولتعكس كذلك الرغبة المشتركة في أن السفارتين تكون هما القاطرة لتطوير العلاقات. يمكن سعادة السفيرة أن تعتمد دائما على السلطات المغربية، سواء السلطات المحلية أو السلطات الحكومية وغيرها، لتشتغل السفارة بأحسن الظروف، وهي فرصة